احنا اخوات متابعين في الدنيا. بصوا بقى، احنا عايزين نعمل بقى حته لحمه مشويه حلوه كده على الفحم. جبت اللحمه اهي وقطعتها مكعبات اهي وتبلتها وحطيتها ليله، بقيتها يوم في التلاجة. لازم تبقيتها يوم عشان اللحمه تستوي معاكي بسرعه، ما تغيبش في السوى وما تنشفش. حطيت لها بقى التتبيله بتاعتها بقى، معلقه من السبع بهارات، حطيت شويه خل، معلقه عسل اسمر او دبس رمان، لو ما عندكش دبس رمان حط معلقه عسل اسمر وشويه معلقتين خل واربع معالق زيت وعصير ليمونتين وبشر زي ما بتتبل الفراخ، وبشر طماطمايه، ميه الطماطم بس، وبودر الثوم وبودر البصل، والتوابل اللي انت عايزه تحطها دي اختيار، عايزه تحط شطه حطي، تبقى طعمها جميل، تحطها طعم جميل. هنحطها بقى في السيخ عشان هنحطها على الفحم، هنعملها زي شيش طاووق لحمه مشويه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى طعمها جميل. بص بقى عشان نحطها على نكون ولعة الفحم وجاهزة، هعمل كمان واحدة. التتبيلة بتاعت اللحمة ريحتها طالعة جميلة، ريحتها جميلة. لحمة روز جميلة، في السياخة اهي هاخدها بقى، هاخدها وبقى اروح على الشواية اكون مجهزة الفحم ومولعاه، واستنى اما النار تهدى خالص واحطه بقى على الشواية. ما بحطوش على اللحمه الا الاخر عشان تستوي معايا، واللي بيخلي اللحمه طريه ومستويه الخل، الزبادي. هحاول اهدي النار شويه عشان اللحمه ما تاخدش مني، اهدي الفحم شويه عشان اللحمه تستوي معايا، ما تحمرش قبل ما تستوي.
صلي على النبي. الله يا جميلة شكلة اللحمة بقى. الله ريحة طالعة جميلة. حط اللايك بقى حبايب قلبي. قلب اللحمة بقى والريحة بتاعتها فظيعة. ريحة طالعة جميلة. لحمة على الفحم خطيرة. متنسوش بقى تعملوا لايك بقى، واللي أول مرة يتفرج على القناة يعمل اشتراك للقناة. حبايبي كل سنة وأنتم طيبين.